السلام عليكم طلاب، نبدي مثال في هاي المحاضرة اللي هو حقل مساحته 1 أكر، نوع التربة فيه مزيجية، يراد زراعته بمحصول له استهلاك يومي مقداره 20 ملم باليدي، ويحتاج إلى منطقة جذرية بعمق 1 متر، المطلوب عمق ماء الري الذي يجهز بالسقية الواحدة، سد حاجة النبات فقط. نقصد سد حاجة النبات فقط، نقصد شنو؟ الديه. عمق ماء الري الذي يجهز بالسقية الواحدة لسد حاجة النبات وتحقيق متطلبات غسل بمقدار 50%. يعني دي يقصد بها متطلبات غسل، ودي ام يقصد بها حاجة النبات، فيريد اجمالي عمق الارواء هذه النقطة، وايضا فترة اشتغال المضخة التي تصريفها 400 متر مكعب بالساعة، وأقصى دورة ري يمكن اتباعها، ودورة الري الواجب اتباعها لتجنب عجز رطوبي بالمنطقة الجذرية مقداره 50%. يعني الـ percentage of depletion هو 0.5. اللوم سويل عادة أي تربة المفروض أكو خصائص إلها، خاصة بالفيلد كاباسيتي، وخاصة بالـ available moisture content، وخاصة بالجرافيتيشنال ووتر كونتنت اللي هي الان اي بيرسنت. فهذه اللوم سويل المفروض يعطينا مواصفات عنها، فهنا معطينا مواصفات خاصه بهذا المثال، انه الفيلد كاباسيتي 30.3.8%، والاي ام اللي هي الافيلبل مويستشر كونتنت هو 16.8، والان اي بيرسنت هو 16.2%. فنبدأ بالحل. أول قانون نستخدمه، بما أنه أول طلب هو ما ذاكر أي نسبة استنزاف رطوبي، فراح ناخذ الدي بي مساوي إلى 1، يعني 100%، فالاستنزاف الرطوبي 100%. ونبدي ناخذ أول قانون اللي هو دي أم يساوي لنا أي أم في الدي آر، يعني الـ available moisture content في عمق الطبقة الجذرية اللي هي 1 متر، يطلع لنا 0.168 متر اللي هي 168 ملم. وبما إذا الدي ام هو 168، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني يريد الدي اي لمتطلبات غسل مقدارها 50%، فنستخدم هذا القانون اللي هو دي اي يساوي لنا دي ام على كفاءة الأرواح، اللي هو نفسه يساوي دي ام على 1 ناقص متطلبات غسل. فمية وثمانية وستين على 1 ناقص متطلبات الغسل اللي هي 50% راح يطلع لنا 336 ملم. زين، فترة اشتغال المضخة منين نجيبها؟ نجيبها من هذا القانون اللي هو كمية المياه المجهزة للحقل. شلون نقدر نحسبها؟ عندي مضخة وبها تصريف، فإذا أريد أحول هذا التصريف إلى حجم من المياه أضربه في الزمن، يعني إذا تصريف في زمن يعطيني حجم، ف تي في كيو هذا فوليوم، هذا الفوليوم وين راح يروح؟ يروح للمزرعة أو للحقل، خلينا نقول يتوزع بشكل منتظم على الحقل، يعني بي ارتفاع وبي مساحة، بي ارتفاع وبي شنو؟ مساحة. المساحة هي مساحة المزرعة اللي هي 1 أكر، 1 أكر يساوي لنا 4000 متر مربع، في حين إذا مطيك هكتار فالهكتار يساوي لنا 10000 متر مربع. فبما أنه مطينا 1 أكر اللي هو 4000 متر مربع، وراح يصير عندي الزمن في تصريف المضخة اللي هو 400 متر مكعب بالساعة، يساوي انه يساوي لنا اجمالي عمق الارواء، لانه انا من اجهز اجمالي عمق الارواء، هو جزئيا، يعني جزء يروح لفائده النبات نقصد به الدي ام، وجزء من عده يروح لمتطلبات غسل خاصه بالدي دي. فراح يساوي لنا 0.336 اللي هو هذا اجمالي عمق الارواء اللي طلعته بالفقره 2، مضروبه في مساحه الارواء اللي هي 1 أكر، او بما يعادل 4000 متر مربع. فمنها راح نحصل على قيمه
إجماع الزمن اللي هو 3 ساعات 0.36. التي اي سي هو دي ام على دي سي، هو 168 على 20 ويساوينا 8.4. راح ناخذ فاصلة ارواء المفروض اقل من هذا الشيء، يعني فاصلة الارواء المفروض تكون، فاصلة الارواء المفروض تكون قيمة صحيحة او عدد صحيح، بس احنا عادة اي فاصلة ارواء تطلع لنا بها كسر نقربها الى الاصغر، حتى لو كانت 8.9 نقربها الى 8، بس هنا 8.4 نقربها للثمانية. رجاء انتبه لي الى هذه الفقرة المهمة، انه اذا طلعت لك فاصلة ارواء 8.9 ما تقربها للتسعة، خطأ. ليش؟ لانه معناها جاي يصير عندك استنزاف 100%، فاذا تقربها الى التسعة معناها راح تؤدي الى تدهور النمو، يعني قلة الرطوبة في التربة، فتقربها الى اقرب عدد صحيح اصغر من هذا الرقم اللي يطلع لك، اللي هو مثلا هنا عندنا 8. فحتى احسب اصحح الدي ام، انا يعني صححت التي اي سي خليتها 8، فحتى اصحح الدي ام اضربه مين؟ يعني اضرب الثمانية في 20 اللي هي الدي سي، يعني التي اي سي اضربها في الدي سي اللي هي 20 واحصل على الدي ام اللي هو 160. 160 انا غيرت فاصلة الارواء، اذا تأثر علي من؟ تأثر على اجمالي عمق الارواء. شلون استخرج اجمالي عمق الارواء؟ من القانون اللي هو نفسه دي ام على 1 ناقص متطلبات غسل. صار الدي ام مو 168 لان صححت التي اي سي، صار عندي 160، ف 160 على 0.5 راح احصل على 320 اللي هو الدي اي. الطرقم 3 اللي هو بيها بيرسنتج اوف ديبليش اللي هو يمثل شنو؟ يمثل نسبة الاستنزاف الرطوبي. فأي أم في دي آر في دي بي راح يطلع لي 84. 84 من أرجع أحسب التي آي سي تطلع لي 4.2، وإحنا قلنا ما نأخذ إلا الرقم الحق الصحيح اللي هو بدون كسور. 4.2 وأنا أقربها إلى 4، أرجع أصحح الدي أم اللي هي 80 وارجع اصحح الدي اي اللي هو 160، يعني ايضا اقسم الدي ام على 1 ناقص متطلبات الغسيل. فتلاحظ حضرتك انه فرق بين انه قيمة اللي احتاجها للدي اي في حالة كون الاستنزاف الرطوبي 100% احتاج 320، في حين اذا كانت ادي نسبة استنزاف رطوبي 50% فاحتاج نصف هذه النسبة، نصف هذه القيمة اللي هي 160. المثال الثاني